بسم الله الرحمن الرحيم. دكاترتنا واحبابنا، بعد ما خلصنا الارم هندخل على طول باذن الله في الفور ارم. هنيجي بقى نتكلم عن تقسيمه المسلز اللي في الفرونت اوف ذا فور ارم، ولما نروح للباك ان شاء الله هنعرف تقسيمه المسلز بتاعه الباك اوف ذا فور ارم. لو هناخد الاول تقسيمه عضلات الفور ارم الاماميه، هنلاحظ انهم متقسمين في تو جروبس، جروب سوبرفيشال فيه ديت وديت 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 ودي شايلاهم، وفي جروب ديب مستخبي تحت الخمسه بتاعتهم. قصدي اقول لك ايه؟ العضلات السوبرفيشال في الفرونت اوف ذا فور ارم خمس عضلات، ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه ودي شايلاهم. في ناس كانت بتقسمهم سوبرفيشال جروب، انترميديت جروب او ميدل جروب، وديب جروب. انما انتوا هتعرفوا النهارده انا ليه هضم بتاعت الميدل جروب للسوبرفيشال جروب في التقسيمه اللي احنا ماشيين عليها في الكتاب. التقسيمتين صح، بس التقسيمه اللي هتعتبر ان الخمسه دول جروب واحد اصح. ليه؟ هقول لكم كمان شويه باذن الله. نمسك الاول السوبرفيشال جروب اوف ماسلز اوف فرونت اوف فور ارم. هتلاحظوا معايا ان كلهم بيبداوا من نقطه واحده. مين العظمه اللي بارزه اكتر في اخر الهيومرس؟ ميديال اي بي كوندايل ولا لاترال اي بي كوندايل؟ اللي بارز اكتر هو الميديال اي بي كوندايل، وفوقه على طول الميديال انترماسكولار سيبتم اهو. اللاترال اي بي كوندايل مستخبي تحت عضله بريكيو راديالز. هتلاحظوا ان الكل طالع من وش الميديال اي بي كوندايل، من الانتيريور اسبكت اوف ذا ميديال اي بي كوندايل، عشان كده هنسميه كومن فليكسور اوريجين، يعني المنشا العام للعضلات اللي بتبني الريست والالبو. كومن فليكسور اوريجين، اول عضله فيهم هتكون مايله عن زمايلها ومش هتوصل للريست. هي عضله واحده بس اللي بتطلع من الكومن فليكسور اوريجين او الميديال اي بي كوندايل، وما ما بتوصلش لمنطقه الريست، بتقف في منتصف الفور ارم لاترالي. العضله دي لما هتشوفوها في المشرحه ان شاء الله اسطوانيه شبه الجزره، يعني واخده شكل مستدير. زمان قلنا اسطواني، سلندريكال في اللغه اللاتينيه، تيرس. طيب يعني العضله دي تيرس؟ زي تيرس ميجر وتيرس ماينور كده اللي كانوا في السكابولار ريجن. بس دي شغلانتها ايه؟ هي هتبدا من الميديال اي بي كوندايل وهتنتهي لاترالي في نص عظمه الريدياس. فلما هتيجي تشد هتجيب عظمه الريدياس قدام عظمه الالنه. احنا لما نعدي الريدياس قدام الالنه والصباع الكبير يتحرك ناحيه الجسم تبقى الحركه اسمها برونيشن. هي العضله البرونيتور اللي شبه الاسطوانه، ده تمييزا لها عن برونيتور هختم بيها النهارده، ومربعه مستخبيه تحت كل الجروبات اللي انتم شايفينهم دول. اذا دي برونيتور تيرس ماسل، والناس هتعرفها ازاي في المشرحه بمنتهى السهوله. هي العضله الوحيده اللي خارجه من الميديال اي بي كوندايل وما بتوصلش لمنطقه الريست، وبتميل فروم ميديال تو لاترال، واخرها منتصف الفور ارم، هنعرف ليه كمان شويه. بعد كده بقيه العضلات هتوصل لمنطقه الريست. عايز بقى نثبت قاعده دلوقتي. العضله اللي توصل للريست بوتر واحد زي ديت او ديت يبقى اسمها كيربي، لانها هتقف عند الريست او بعد الريست مباشره، فهيبقى شغلها على الريست. طبعا انت لو عايز تكن الريست مع انحرافه الى الخارج يبقى محتاج وتر هنا، ولو عايز تكن الريست مع انحرافه ناحيه الجسم الى الداخل يبقى عايز وتر واحد هنا. خلاصه الكلام لو العضله هتوصل للريست بوتر واحد فهي من العضلات اللي شغلها على الريست جوينت مش على الفينجرز. امال لو انت ناوي تروح للفينجرز هيبقى العضله بتاعتك هتتقسم اربع اوتار قبل ما توصل للفينجر، زي باقي الخمسه اللي شايلهم كلهم دي، ادي وتر اثنين ثلاثه والرابع الرفيع ده. ما دام فيها اربع اوتار تبقى رايحه للصوابع للديجيتس، فيقولوا عليها ديجيتورا. تعالوا الاول نسمي دي ونسمي دي. انا قدام يبقى هعمل في الريست فليكشن مش اكستنشن، تبقى دي او دي فليكسور. وما دام وتر واحد وهشتغل على الريست، الريست في اللاتيني كربس ونسبه كاربي او كارباي، تبقى دي فليكسور كاربي ودي فليكسور كاربي، بس دي ناحيه الابهام ناحيه الصباع الكبير وعظمه راديوس، تبقى دي فليكسور كاربي راديالس، ودي ناحيه الما والصباع الصغير ليتل ديجيت تبقى فليكسور كاربي الناريس. يبقى الشباب شافوا معايا كم واحده لحد دلوقتي؟ اللي مش هتوصل للريست برونيتور تيرس، واللي هيوصلوا للريست بوتر واحد ناحيه الراديوس تبقى فليكسور كاربي راديالس، وناحيه الالنا تبقى فليكسور كاربي الناريس. امال ايه بقى التالتة دي؟ طب ما هي دي هتوصل للريست بوتر واحد هي كمان. دي مش عند كل الناس. دي غايبة في تقريبا 18 ل 20%
من الناس ما تبقاش موجودة. العضلة بدأ بسلندر فليش، لحم رفيع خالص، وتر طويل جدا. الوتر زي ما الناس شايفة مش مسك في العظم، لا ما مسكش في عظم الريست خالص، يبقى مش هسميها كاربي. امال دي مسكت، فاكرين لما شرحنا لكم الديب فاشيا بتاعت الهند وقلنا لكم بتبقى ضعيفة عند الصباع الكبير، ضعيفة عند الصباع الصغير وكشف العضلات، وتتخن قوي في السنتر بتاع البالم وتعمل حاجة اسمها بالمر ابونيروزس، اهي اللي هتمسك في البالمر ابونيروزس، يبقى اسمها بالمارس لونجس ماسل، بالمارس لونجس ماسل. كده خلص أربعة من السوبرفيشيا، برونيثور تيرس، فليكسور كاربي رادياليس، فليكسور كاربي ألناريس، ودول عند كل الناس، وبعض الناس عندهم اللي هتمسك في البالمر ابونيروزس بالمارس لونجس ماسل. شايلاهم كلهم واحدة بأربع أوتار، بما إني قدام هقول فليكسور، وبما إن فيها أربع أوتار تبقى رايحة للديجيتس تبقى ديجيتورم. بعد شوية هتكتشفوا إن تحتها واحدة برضه واحدة كمان بأربع أوتار ورايحة للديجيتس هي كمان، إذا عندك اتنين فليكسور ديجيتورم. اللي على السطح تبقى سوبرفيشياليس أو سابليمس، واللي تحتها تبقى العميقة بروفانداس. يبقى إحنا هنقول السوبرفيشال جروب برونيتور تيرس، فليكسور كاربي رادياليس، بالمارس لونجس، فليكسور كاربي ألناريس، شايلاهم اللي بتتني الأربع صوابع الميديال فليكسور ديجيتورم سوبرفيشيالس. هنبدأ بمين؟ أول واحدة فيهم هتكون برونيتور تيرس ماسل. أنا في الصورة دي مجمع لكم حاجات كومون بين العضلات السوبرفيشيال الخمسة. إحنا هنا الصورة اللي شفناها من شوية أهي، وفيها عضلة مش من الجروب اللي هي بريكيو رادياليس، فهشيلها لكم في الصورة اللي جاية. هيبقوا الخمسة هما برونيتور تيرس، واللي هتوصل بوتر راحت للريست، فليكسور كاربي رادياليس ان كانت عند الثمب، وفليكسور كاربي ألناريس ان كانت عند الليتل فينجر، وفي واحدة مش عند كل الناس هي بوتر طويل وهتمسك في البالمر ابو نيوروتس، هي بالمارس لونجس. كلهم ليهم كومون اوريجين من الانتيريور سيرفيس بتاع الميديال ايبيكوندايل اوف ذا هيومرس، اللي هو الكومون فليكسور اوريجين، انتيريور سيرفيس اوف ميديال ايبيكوندايل اوف هيومرس. وكلهم بعد شوية ان شاء الله هيشتغلوا من نفس النيرف، they have common nerve supply، كلهم شغالين من الميديان نيرف الا واحدة فليكسور كاربي ألناريس، دي شغالة بالعصب اللي جاي من ورا الميديال ايبيكوندايل اللي اسمه ألنر نيرف. يبقى كل السوبرفيشيال جروب طالع من الميديال ايبيكوندايل من قدام، وكلهم شغالين بالميديان نيرف ما عدا فليكسور كاربي ألناريس شغالة بالألنر نيرف. وكلهم ليهم common action على الالبو وعلى الريست، فليكشن اوف البو وفليكشن اوف ريست، كلهم بيعملوا ويك فليكشن اوف البو وسترونج فليكشن في الريست، طبعا ما عدا واحده مش هتوصل للريست، برونيتور تيرس مش هتوصل للريست، فهي شغاله على الالبو فقط وعلى السوبيريور راديو النر والانفيريور راديو النر جوينتس زي ما هنشوف كمان شويه. يبقوا ليهم كومون اوريجين وليهم كومون نيرف سبلاي الا فليكسور كاربي ألناريس اللي واخده من الالنر نيرف، وكلهم ليهم كومون اكشن وهو فليكشن اوف ذا ريست وويك فليكشن في الالبو، بس في واحده مش هتفليكس الريست وهي برونيتور تيرس لانها ما وصلتش للريست جوينت. واحنا هنبدا بدي برونيتور تيرس ماسل، يعني العضله اللي بتعمل حركه الكب، انك تحود ايدك من قدام لورا، تجيب الثمب ناحيه جسمك يعني، وماشيه بشكل اسطواني، فيقولوا عليها برونيتور تيرس ماسل. الشباب شايفين في الصوره دي ان هي طالعه براس من الهيومرس من الكومون فليكسور اوريجين، بس هنكتشف كمان ان ليها راس تانية طالعه من الالنا، والراسين بيلحموا في بعض زي ما انتم شايفين ويمسكوا في الريدياس هما الاثنين، يعني لها راس من الهيومرس ولها راس من الالنا، هيومرال هيد والنر هيد، والهيومرال سوبرفيشيال، ولو قطعتها الاقي تحتها الديب هيد الالنر هيد، وكلها في الاخر بتنسرت في نص الريدياس. تعالوا بقى نشرحها واحده واحده كده. من حيث الاوريجين العضله بتارايز بتو هيدز، هيومرال هيد اللي هي السوبرفيشيال هيد، والنر هيد اللي هي الديب هيد. هتقولوا لي الهيومرال طالعه منين زي ما اتفقنا؟ من الكومون فليكسور اوريجين. وانت تعني ايه بكومون فليكسور اوريجين؟ السطح الامامي في الميديال ايبيكوندايل اوف هيومرس، انتيريور اسبيكت اوف ميديال ايبيكوندايل اوف هيومرس. طب والالنر هيد اللي هي الديب هيد طالعه منين؟ مين البروزه اللي في الالنا اللي كانت عامله زي منقار طيور تحت التروكليا اوف ذا هيومرس؟ كورونويد بروسس، النتوء المنقاري، شايفينها طالعه منين؟ من الميديال سايد في الكورونويد بروسس، من الميديال بوردر في الكورونويد بروسس. يبقى ادي الاوريجن بتاع الهيومرال هيد، وادي الاوريجن بتاع الالنر هيد. الهيومرال هيد طالعه من الكومون فليكسور اوريجن، الالنر هيد
طالعه من الكورونويد بروسس اوف ألنا من الناحيه الميديال، ميديال بوردر اوف كورونويد بروسس اهي. الانسرشن الراسين هيلموا بعض هما الاثنين ويقفوا في نص عظمه الريدياس من الخارج في الميدل بتاع اللاترال سيرفيس اوف ريدياس. كلكم ملاحظين حاجه اهو، ادي الانسرشن بتاعها اهو. الخشونه اللي هي بتعملها في الريدياس شايله اسمها برونيتور تيوبروزيتي، خشونه برونيتور تيرس ماسل. موجود فين برونيتور تيوبروزيتي في الريدياس؟ في نص اللاترال سيرفيس اوف ريدياس، اللي هو يوم ما شرحنا لكم الريدياس قلنا لكم الموست كونفكس بارت اوف ريدياس، موست كونفكس بارت اوف ريدياس. طبعا ربنا عامل الحكايه دي لهدف مهم جدا. تخيل معايا كده ان ريدياس دي شماعه بتعلق عليها هدومك. انت اكتر حته تعرف تحرك منها الشماعه بحريه انهي حته؟ طرفها الميديال ولا طرفها اللاترال، طرفها الابر ولا طرفها اللور، ولا الحته اللي فيها الشنكه اللي بيعلقوا منها الشماعه في الدولاب؟ الميدل بارت. فربنا عامل الريدياس كونفكس عشان برونيتور تيرس هتبقى هي اللي بتتحكم في مقبض الشماعه، فيوم ما تشد الشماعه هتلف فوق الالنا، ويوم ما ترفي الشماعه هترجع مكانها تاني. فربنا ليه ماسكها في الموست كونفكس بارت اوف ذا ريدياس؟ عشان يبقى تحكمها في حركه البرونيشن افيشنت، كفء، شغال بكفاءه عاليه جدا. تخيل معايا لو كان ماسكها هنا، طبعا كانت هتلف بس هيبقى فيها ضعف شويه وهي بتيجي ناحيه الالنا. طب افرض كان ماسكها في الاخر خالص هنا، برضو الجزء ده ما دام مش كونفكس يبقى مش هيلف معايا بحريه، هيلف بس مش بحريه، لانه في واحده ثانيه هتمسك هنا بعد شويه اسمها برونيتور كوادريتس، هتكون اضعف من برونيتور تيرس في لف الريدياس الى الالنا. يبقى ربنا ماسكها في الموست كونفكس بارت اوف ريدياس عشان يديني افيشنت باورفول 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 برونيشن. يعني هي الباورفول برونيتور مش اختها اللي هتيجي بعد شويه اللي اسمها برونيتور المربعه، برونيتور كوادريتس. مين اللي مشغلها؟ احنا اتفقنا الميديان نيرف. وشوفوا الصدفه الظريفه، ميديان نيرف بيعدي بين الراسين بتوع البرونيتور تيرس، بين السوبرفيشال هيد اللي هي الهيومرال هيد والديب هيد اللي هي الالنر هيد. ويوم ما شرحنا لكم الكيوبيتال فصه في المحاضره اللي فاتت، انا قلت للشباب من محتويات الكيوبيتال فصه ميديان نيرف اول حاجه فيها، وقلت لك يوميها ات ليفز ذا كيوبيتال فصه، بيسيب الكيوبيتال فصه باي باسنج بتوين ذا تو هيدز اوف برونيتور تيرس، السوبرفيشال هيد والديب هيد. ايه الاكشن بتاعها؟ خليها تنقبض. ليها اتفقنا يا شباب لما نسالكم عن الاكشن تدقق بينك وبين نفسك هي عدت على كم مفصل. الهيومرال هيد عدت على الالبو جوينت، والتو هيدز عدوا على السوبيريور راديو النر جوينت، يبقى هي شغاله على الالبو وعلى الراديو النر، بس هي شغلها قريب على الالبو مش هيبقى قوي، شغلها البعيد على الراديو النر. قانون ستارلينج بتاع الفسيولوجي بيقول ايه؟ كل ما طول المسافه بين الاوريجن والانسرشن او البدايه والنهايه في عضله، كل ما يكون الكونتراكشن بتاعها قوي within limits. فاذا شغل البرونيتور تيرس على المفصل القريب منها اضعف من شغلها على المفصل البعيد عنها. هي الباورفول برونيتور بتاعه الفور ارم على الراديو النر جوينت، زائد انها زي كل الجروب بتعمل ويك فليكشن، ويك فليكشن في الالبو جوينت. الصوره دي جايبه للشباب ايه الامبورتنت ريليشنز بتاعت عضله برونيتور تيرس. من وجهه نظري واظن من وجهه نظركم انتم متفقين معايا في كده، اهم ريليشن لها ان ميديان نيرف بي باس بتوين اتس تو هيدز. ميديان نيرف ليفز ذا كيوبيتال فوسا بتوين اتس تو هيدز، الهيومرال هيد والالنر هيد. طب ده اقولي في الصوره كده كان في الكيوبيتال فوسا نهايه البريكيال ارتري وبدايه الالنر ارتري اللي عند الالنر والراديال ارتري اللي عند الراديوس. دقق في الصوره كويس، الالنر ارتري هيسيب الكيوبيتال فوسا ديب للديب هيد، والراديال ارتري هيسيب الفوسا سوبرفيشال للسوبرفيشال هيد. خليك فاكرها كده، بريكيال ارتري بينتهي لشريانين النر وريديال، الالنر ديب للالنر هيد، والريديال ديب للريديال سوبرفيشال للهيوميرال هيد. يبقى الالنر ديب للديب هيد والريديال سوبرفيشال للسوبرفيشال هيد. ادي الثلاثه امبورتنت ريليشنز بتوع عضله برونيتور تيرس. ميديان نيرف بيسيبها بين التو هيدز، النر ارتري بيسيبها ديب للديب هيد، ريديال ارتري بيسيبها سوبرفيشال للسوبرفيشال هيد. تمام يا ولاد؟ دي كانت واحدة من العضلات المهمة جدا لأنها مسؤولة عن حركة البرونيشن. طيب تعالوا بقى نشوف دلوقتي ازاي برونيتور تيرس مور باورفل عن برونيتور كوادريتس.
دي مين دي يا اولاد؟ ما انا جايه من الكومون فليكسور اوريجين والميديال بوردر اوف كورونويد بروسيس تبقى برونيتور تيرس، وبالمناسبه وقفت في الموست كونفكس بارت اوف ريديس. تحت بقى في واحده هتطلع من الربع التحتاني في الالنا وتمسك في الربع التحتاني من الريديس، اسمها برونيتور المربعه، برونيتور كوادريتس. واضح 100% ان دي لما هتشد الريديس الى الالنا وتلفها فوقها كده هتبقى اضعف من دي، صح كده؟ هنشوف بعد شويه ايه وظيفه دي اساسي غير البرونيشن، بس مبدئيا دي المور باورفول عن دي، صح كده؟ يبقى يوم ما اربط ايد واحد بحبل مثلا واقول له خد ايدك عليه غصب عني، يعني هو هنا عامل سوباينيشن، صح؟ لان الثامب لاترال وكف ايده بيبص للسماء، بيبص لوشه. هقول له دلوقتي اعمل برونيشن كانك بتبلو كوبايه ميه، يبقى هيلف ايده والثامب هيروح ميديال ناحيه جسمه وراحت ايده هتبص للارض. مين اللي عمل كده؟ يا دي يا دي يا الاثنين، برونيتور تيرس برونيتور كوادريتس. نتفق على حاجه يا اولاد، لو انا هعمل برونيشن وعادي ومفيش فيه اي مجهود غالبا برونيتور كوادريتس هي المسؤوله عن البرونيشن الضعيف العادي، انما يوم محتاج عنف في حركه البرونيشن اللي هتتدخل هي برونيتور تيرس ماسل، يعني هي مور باورفول ذان برونيتور كوادريتس اند كان برونيت ذا فور ارم اجينست ريزيستنس. يعني انت لو جيت تدخل مفتاح في الباب وما لفش لفته العاديه ببرونيتور كوادريتس انت هتلاقي نفسك في الحركه اللي بعدها بتتعنف على المفتاح لحد ما يلف ببرونيتور تيرس. يعني برونيتور تيرس از ذا برونيتور اجينست ريزيستنس. تمام يا شباب؟ تعالوا بقى للعضله الثانيه وهي فليكسور كاربي رادياليس ماسل، واحنا اتفقنا هتعرف ازاي انها كاربي وتر واحد متجه الى منطقه الريست. اتفقوا معايا من دلوقتي انه اي فليكسور كاربي او اكستنسور كاربي هتمسك في قواعد الميتاكاربال بونز، صح؟ انا عشان اتني منطقه الريست دي عشان اخد ايدي على الفور ارم بتاعي كده لقدام، تمام؟ كاني بشيل حاجه على ايدي ناحيتي، يبقى عشان اتحكم في الثانيه دي لازم اكون ماسك في قواعد الميتاكاربال بونز واشدهم ناحيه الريديس والالنا، تمام؟ لانه احنا اتفقنا كل ما تزيد المسافه بين الاوريجن والانسرشن كل ما تكون الحركه اقوى. كان ينفع ربنا يجيبني لحد هنا واشد الهاند بس هتبقى الحركه بتاعت الثانيه ضعيفه، لما اسيب الكاربال بونز في حالهم وامسك في الميتاكاربلز واشد الايد كلها هتتني ناحيه الفور ار. تعالوا نمسك فليكسور كاربي رادياليس، هي فين في الصوره؟ هي دي وتر واحد وناحيه عظمه الريديوس والصباع الكبير، صح؟ وتر واحد وعند عظمه الريديوس والصباع الكبير، يبقى اهو فليكسور كاربي رادياليس. شايفين الاوريجن جاي منين؟ اطلع مكان ما قطعنا كده، هي تاني واحده في الترتيب اهي، طلعت هي كمان من الكومن فليكسور اوريجن، يعني الفرونت اوف ذا ميديال ابي كوندايل. بص بقى الانسرشن بتاعها، شوفوا وترها، انا جايب لكم صوره معينه كده الناحيه دي اهي، شايفين الصوره دي؟ الشريط ده شرحناه لكم في الديب فاشيا وهنشرحه بالتفصيل قريب جدا. الشريط اللي بيعدي قدام المعصم ويعمل نفق تحت منه عشان الاوتار تتجه الى الاصابع من خلال نفق تانل. الشريط كان اسمه فليكسور ريتيناكولم. الشريط الضاغط المعصمي او الرباط الضاغط المعصمي فليكسور كاربي فليكسور ريتيناكولم. فليكسور كاربي رادياليس بتخترقه وتنام في غرفه مخصوصه لها فيه مش في النفق مع زمايلها. يعني كل الاوتار بتعدي في النفق تحت الشريط الا وتر بيخترق الشريط نفسه لحد ما يمسك في الميتاكاربال بون رقم 2 ورقم 3، هو ده فليكسور كاربي رادياليس. يعني اكستندون باسس ثرو ا سبيشال كومبارتمنت، غرفه مستقله في اللاترال بارت بتاع الفليكسور ريتيناكلم، اهو في الجزء اللاترال اللي ناحيه الابهام. احنا نعرف ان الصباع الصغير ميديال عند الالنا والصباع الكبير لاترال عند الريديس، احنا بنخترق الموست لاترال بارت اوف ذا فليكسور ريتيناكلم. واول ما وترها يخرج خدوا بالكم ما حدش يلخبطه في ده، لا اللي راح للصنب ده اهو يا شباب بقيته اهو، دي فليكسور بوليسيس لونجس مالكش دعوه بيها، خلينا في فليكسور كاربي رادياليس. بص لو احنا قطعنا للشباب الريتيناكولم هنلاقيها تحته اهي ماسكه في قاعده تاني ميتاكاربل وبعت سليب صغير منها لقاعده تالت ميتاكاربل المستخبيه هنا، يعني هي زرعت نفسها في البيز اوف سكند وثيرد ميتاكاربل بونز مينلي السكند. يا ترى ماسكه فيهم بالمر ولا دورسال؟ انا عايز اعمل فليكشن، عايز اخد ايدي لقدام، يبقى همسك قدام، ماسكه في البالمر اسبكت بتاع البيز بتاع تاني ميتاكاربل والبيز بتاع تالت ميتاكاربل كده. مين العصب اللي مشغلها هي كمان؟ ما زال
الميديان نيرف اللي عدى بين التو هيتس اوف برونيتور تيرس، هيعدي جنبها بعد كده ويسيب لها النيرف سبلاي بتاعها. طبعا لو سالتك ايه شغلانتها هتقول لي الشغلانه العاديه بتعمل ويك فليكشن في الالبو جوينت وباورفول فليكشن في الريست. اسال الشباب بقى، وهي بتتني الريست الايد بتتجه الى بعيد عن الجسم ولا قريب من الجسم؟ يعني بدخل في ابدكشن ولا ادكشن؟ انا لو شديت كده يبقى هعمل ابدكشن، انما لو عند الالنارس وشد هعمل ادكشن. يعني فليكسور كاربي راديالس بتتني الريست وتخلي الصباع الكبير يبعد عن الجسم وهي شغاله، لانها ماسكه في الميتاكاربال رقم 2 اللي ناحيه الثمب، فايدك هتميل في اتجاه الثمب وهي بتتني، يبقى هي بتعمل فليكشن مع ابدكشن في الريست، فليكشن مع ابدكشن في الريست. تمام. اللي عليها الدور اختها فليكسور كاربي الناريس مصر، ودي من اهم العضلات. العضله هي يا شباب طالعه بتو هيتس، الصوره دي من قدام عشان فيها تروكليا وكابيتولا، والصوره دي من ورا عشان الاوليكرينن بروسيس بتاع الانا نايم في الاوليكرينن الفرصه اللي في ظهر الهيومرس. العضله طالعه بتو هيتس، راس من الهيومرس وراس من الانا، هيوميرال هيد والنر هيد. هيوميرال هيد جايه منين؟ مفيش جديد، كومن فليكسور اوريجين اللي هو الفرونت اوف ذا ميديال ايبيكوندايل اوف ذا هيومرس. طب والالنر هيد؟ انت شايف خيالها ورا الكورونويد بروسس، مش طالعه منه، وراه، مش كده هلف الصوره. لقيناها، ادي الراس اللي طالعه من الكومن فليكسور اوريجن بتاع الميديال ايبيكوندايل، شوف الراس الثانيه طلعت منين؟ اسمها ايه البروزه اللي بتنام في الاوليكرينن فصه؟ اسمها ايه البروزه الفوقانيه في الالنا؟ اوليكرينن بروسس اوف الالنا. مين فاكر ان هو على ظهره في مثلث خلقه ربنا، وبعد كده ليه لاترال سيرفيس بيبص على ريدياس، وميديال سيرفيس بيبص على الجسم نفسه. العضله طالعه من الميديال سيرفيس بتاع الاوليكرينن بروسيس، مش كده وبس، وكملت في البوستيريور بوردر بتاع الالنا. البوستيريور سيرفيس بتاع الاوليكرينن بروسيس مثلث، قمه المثلث تؤدي الى البوستيريور بوردر اوف الالنا اللي ينتهي في الستايلويد بروسيس تحت. العضله طالعه من الميديال سيرفيس، ميديال سيرفيس اوف اوليكرينن بروسيس زائد الابر هاف او الابر تو ثيردز في البوستيريور بوردر بتاع الالنا. على فكره احنا في المشرحه ما بنلاقيهاش ماسكه في البوستيريور بوردر بلحمه احمر، لا، تبقى ماسكه بخط فضي. والخط ده في الحقيقه ورقه رفيعه جدا طالع منها ثلاث عضلات، منهم فليكسور كاربي النارس، ومنهم اختها اكستنسور كاربي النارس اللي هسمعوها بعدين، ومنهم فليكسور ديجيتورم بروفاندس اللي هقولها كمان شويه. فيقولوا عليه ايه بقى؟ الورقه البيضاء اللي هنا ديت كومون النر ابونيوروزس، كومون النر ابونيوروزس بيطلع منه عضله فليكسور كاربي النارس وعضله اكستنسور كاربي النارس وعضله فليكسور ديجيتورم بروفاندس. نرجع تاني وتقولوا لنا العضله بتطلع بكام هيد؟ هيوميرال هيد والنر هيد. الهيوميرال منين؟ من الكومون فليكسور اوريجين في وش الميديال ايبيكوندايل. طب وايه الالنر هيد منين؟ من الاوليكرينن بروسيس بتاع الالنا، انهي سيرفيس اللي بيبص على الميديال ايبيكوندايل اللي طلعت منه الراس الثانيه؟ يبقى ميديال سيرفيس اوف اوليكرينن بروسيس اوف الالنا وبوستيريور بوردر اوف الالنا. هنطلع من نصه الفوقاني بس او من التلتين الفوقانيين، بس بنخرج في ورقه بيضة اسمها الالنر ابونيوروزس مش مرسومه في الصوره دي. الانسرشن ركزوا لي فيه بقى يا شباب، نرجع للصوره اللي قدام تاني. ادي العضله طلعت بتو هيتس وعملت وتر في التلت الاخير من الفور ارم، الوتر عدى مسك في العظمه اللي شبه حبه البسله في الكاربال بونز، فاكرين ان الكاربال بونز دول ثمانيه متوزعين على صفين هنشرحهم تاني في الهند، فيهم واحده تشبه حبه البسله مستديره يقولوا عليها بيسي فورم بون، بيسي فورم بون. التندم بتاع فليكسور كاربال نيرف هيقف عند البيسي فورم ويروح عامل حاجه غريبه يتشق ويبلعها فتبقى البيسي فورم كده. كانت المثال المشهور لعظمه سيسامويد مدفونه جوه وتر عضله، يعني التندون هيقف عليها يمسك فيها الاول، كده عملنا انسرشن في البيسي فورم، وبعد كده يتفتح ويبلعها فتبقى هي مدفونه جوه الوتر، وبعد كده يطلع من اخرها الوتر يتجمع ويشق نفسه نصين، نص يروح لقاعده خامس ميتاكاربال بون ونصه الثاني يروح للهوك اوف هاميت، خطاف عظمه الهاميت اللي سمعتوا عليه في البونز اوف ذا هاند، هوك اوف هاميت، شنكل عظمه الهاميت، هاملس في اللاتينيه يعني هوك، فلما العظمه يبقى لها هاملس يقولوا عليها هاميت، يعني العظمه الخطافيه. الهوك اوف هاميت ماسك فيه نص الوتر بتاع فليكسور كاربي الناس. يبقى هي فيرست ات انسرتس انتو ذا بيسي فورم بون
وبعدها التندون بيكونتينيو لحد البيز اوف فيفس ميتاكاردال بون والهوك اوف هاميد. طبعا ما دام يا اولاد مسكت في قاعده خامس ميتاكاردال يبقى وهي بتكني الريست هتضم ايدك الى جسمك ولا تبعدها ناحيه الصباع الكبير؟ هتاخد ايدك على جسمك، هيبقى فيها اد دكشن. الثانيه اللي كانت تقف هنا بتاعت فليكس الكاربيلار ديس تعمل اب دكشن. دي الوحيده اللي شغاله من الالنر نيرف مش من الميديان نيرف، هي دي اللي واخده الالياف بتاعت سي 7 اللي ماشيه جوه الالنر نيرف. انا قلتها لكم في البريكيال بلكسس، الالنر نيرف ده جاي من الميديال كورد اوف بريكيال بلكسس، يبقى المفروض يشيل سي 8 وتي 1 بس، المفروض ما يشيلش سي 7. لا، في سي 7 في الياف من عصب الرقبه السابع ماشيه جوه الالنر نيرف، هم فقط من نصيب العضله اللي اسمها فليكسور كاربي الناس. على فكره بينا وبين بعض الياف سي 7 اللي ماشيه في الالنر نيرف دي في الحقيقه جايه من اللاترال روت اوف ميديال نيرف في الاكزيلا، يعني طلع بينا وبين بعض ان حتى فليكسور كاربي الناس شغاله من الميديان نيرف بس عن طريق سي 7 اللي ساب الميديان نيرف ومشي جوه الالنر نيرف. ليه؟ خليها دلوقتي واقول لكم سرها بعدين ان شاء الله. تمام؟ يبقى هي الوحيده اللي شغاله من الالنر نيرف، بس واخده سي 7 اللي في الالنر نيرف، مش سي 8 ولا تي 1. طبعا ايه الاكشن؟ انتوا خلاص عرفتوه خلاص، هتعمل ويك فليكشن في القلب وفليكشن مع ادكشن ولا ابدكشن؟ فليكشن وادكشن اوف ريست. خليك مركز في الاسم. اللي اسمها فليكسور كاربي رادياليس، يبقى تاخد ايدك في اتجاه الريديوس، يبقى ابدكشن. اللي اسمها فليكسور كاربي الناريس، يبقى تاخد ايدك في اتجاه الالنا، يعني اد داكشن. فدايما اي الناريس اد داكتور، اي رادياليس اب داكتور. تمام يا اولاد؟ طب انت لو عايز تكني الريست لقدام على طول من غير ما يميل ناحيه جسمك ولا يميل بعيد عن جسمك، اشغل الاثنين فليكسور كاربي الناريس وفليكسور كاربي رادياليس. الاثنين هيجمعوا الفليكشن بتاع الريست مع بعض، بس اللي عايزه تعمل ابدكشن واللي عايزه تعمل ادكشن الحركتين اللي عايزين يعكسوا بعض هيلغوا بعض ويتبقى بس الفليكشن اوف ريست. تمام؟ تمام. تعالوا بقى للي عند ناس وناس بالمارس لونجس ماسل ودي مي بي ابسنت، تقريبا في 18 ل 20% من الناس مش موجوده. شايفين في الصوره يا شباب هي فين؟ هي اللي ماسكه في البالمر ابنيروزس دي، هي دي. امشي وراها كده اهي اهي. تالت واحده طالعه من الكومون فليكسور اورجن في الصوره دي. ادي برونيتور تيرس عشان مايله ومش هتكمل. وادي فليكسور كاربي رادياليس عشان بوتر واحد عند الريست. وادي فليكسور كاربي الناريس عشان بوتر واحد برضو عند الريست. وادي بالماريس لونجس ماسل اهي. احنا قاطعين لكم العضلات في النص عشان اوريكم عظمتين، ها؟ النا وريديوس. النا وريديوس. طيب رجعوني لبالماريس لونجس، هتقول لي طالعه من الكومون فليكسور اوريجن الفرونت اوف ذا ميديال ابيكوندايل. تعالوا بقى شوفوا لي الانسرشن كده، خلينا في الصوره دي الاول. الاول الوتر هيعدي على الريست يلزق في الفليكسر ريتيناكلم. يبقى هتزرع نفسها في الجزء البعيد من الفليكسر ريتيناكلم، مش اوله قرب اخره، من نصه للاخر كده هي لازقه فيه هنا. وبعدها في قمه البالمر ابو نيوروزس، ودي يمكن اوضح في الصوره دي. بالمر ابو نيوروزس هو المثلث ده. العضله انسرتت فين؟ في الايبكس بتاع البالمر ابو نيوروزس، بس قبل منه لزقت في حاجه مش موجوده في الصوره دي وموجوده في الصوره دي، فليكسر ريتيناكلم. يبقى هتقولوا لي يا اولاد تزرع نفسها في الديستال بارت، الجزء البعيد بتاع الفليكسر ريتيناكلم، وفي قمه البالمر ابو نيوروزس. مين اللي مشغلها؟ ما زال الميديان نيرف. ايه الاكشن بتاعها؟ عدت على الالبو وعدت على الريست، بس هي اضعف عضله في المجموعه، ويك فليكشن في الالبو ويك فليكشن في الريست. احنا في غيرها نقول ويك فليكشن في الالبو وسترونج فليكشن في الريست. هي ويك فليكشن في القلب وويك فليكشن في الريست لانها اضعف من كل العضلات. ربنا خلقها لهدف ثاني خالص، والله لو على الفليكشن بتاع الريست ما انت عامل لي فليكسور كاربي رادياليس وفليكسور كاربي الناريس، ودول محترمين زياده عن اللازم. وعلى فكره اللي بعدهم اللي هي فليكسور ديجيتورم سوبرفيشيالس وبروفاندس حيتنوا الريست كويس قوي برضه. امال عامل لنا ليه بالمارس لونجس؟ بص بقى يا شباب، حكمتها في مسكتها في البالمر ابو نيوروزس. البالمر ابو نيوروزس ده ماسك في ايه؟ في السكين اوف ذا بالم. انا لو شديت البالمر ابنيروزس على فوق كاني بلم الاربع اوتار دول وبضيق ده واخليه مقعر زي الطبق. يبقى انا لو خليت البالمر ابنيروزس مقعر اثناء شده مش هيشد معاه جلد الايد لتحت كانه طبق، فتبقى ايدك اصبحت كطبق يستوعب حاجه هيرميها لك حد عشان تمسكها من غير ما تفلت من ايدك، فيقولوا مسؤول عن انها تخلي البالم ديب كونكيف هولو عشان
نعمل جريبنج كويس، نمسك حاجه في ايدينا كويس. It makes the palmar aponeurosis tense and increases the hollow، بتزود التجويفه بتاعه البالم for proper gripping، عشان اعرف امسك حاجه كويس، عشان تعمل قبضه محكمه، proper gripping، قبضه محكمه. الناس اللي عندهم العضله دي ما اتخلقتش تقدر تقول له اعمل ايدك كانك هتمسك حاجه، يعني اعمل ايدك زي الطبق كده، وساعتها تقدر تشيل الجلد اللي في نص ايده بصباعين من عندك كده تمدهم معاك يطلع معاك زي خيمه خفيفه كده بتسيب الايد. انما لو البالماريس لونجس موجوده وهو عمل تقعيره في ايده كده كانه ماسك حاجه وحاولت تشد الجلد ده وترفعه معاك مش هيسيب مكانه ابدا. والناس اللي ما عندهمش بالماريس لونجس لما من بعيد ترمي له كوره بينج بونج او حاجه زي كده غالبا بتفلت من ايده، لانه لما بيجي يستقبلها الجلد اللي في البالم بيكرمش، مش لاقي حاجه تشده وتخليه ثابت لتحت. العضله اللي بتثبت جلد ايدك لتحت وانت بتمسك حاجه عشان الجلد ما يتجمعش في نص البالم هي عضله بالماريس لونجس مصر. تمام. وبرده في فيديو في المشرحه هوريها لكم على حد من الشباب ان شاء الله. تيجي بقى العضله الكبيره في السوبرفيشال جروب وهي فليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليس او سبليميس ماسل. ساعات نقول سوبرفيشياليس وساعات نقول سبليميس، الاثنين بمعنى واحد. العضله هي يا شباب ادي فليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليس، ليها كم وتر؟ عد معايا كده، 1 2 3 4 اوتار، تبقى رايحه للفور ديجيتس. الصباع اسمه ديجيت عشان كده يقولوا الاجهزه اللي بتشتغل بالصوابع ديجيتال. طيب تعال نبص كده ليها كام راس، خليك هنا كده. ليها راس طالعه من الهيومرس وراس طالعه من الالنا وراس طالعه من الراديوس. دي ودي بيلحموا في بعض ويبقوا عضله واحده، فتسميها لي ايه حضرتك؟ هيومرو النر هيد، هيوميرو النر هيد، والثانيه من الراديوس، خلاص راديال هيد وانتهينا. هيومرو النر دي بتطلع منين يا ولاد؟ شايف؟ الهيومرو النر هيد تطلع من الكومون فليكسور اورجن الفرونت بتاع الميديال ابيكوندايل. طب والالنر هيد ملاحظين حاجه؟ ميديال بوردر اوف كورونويد بروسيس بتاع الالنا. الناس سمعت الكلمتين دول من شويه في عضله ثانيه ولا لا؟ كومون فليكسور اورجن هيوميرال هيد وميديال بوردر اوف كورونويد بروسيس الالنر هيد. الله، ده نفس الراسين بتوع برونيتور تيرس. حضرتك اعتبر لي الهيومرو النر هيد ثاني برونيتور تيرس، لانها طالعه من الكومون فليكسور اورجن ومن الميديال بوردر بتاع الكورونويد بروسيس اوف النا، يعني نفس الاورجن بتاع برونيتور تيرس. العضله هتنزل في الطريق وفجاه نبص نلاقي الياف ثانيه خرجت من الراديوس راديال هيد. احنا قلنا لكم في العملي او لما شرحوا لكم الراديوس ان الخط المايل ده اللي بيجي من عند البايسيبيتال تيوبروستي لحد البرونيتور تيوبروستي اسمه انتيريور اوبليك لاين. العضله طالعه من الانتيريور اوبليك لاين بتاع الراديوس اللي هو الخط اللي ممدود من بايسيبيتال تيوبروستي فوق الى برونيتور تيوبروستي تحت. مش كده انا قلت لك في ناس كتيره وانا منهم بتعترض على انكم تسموا ده راديال تيوبروستي. الله، طب وده مش راديال برضه يا شباب؟ ما الاثنين على راديوس. سميهم احسن باسم عضلاتهم. ده ماسكه فيه بايسبس يبقى بايسبيتال تيوبروستي، ده ماسكه فيه برونيتور تيرس يبقى برونيتور تيوبروستي. الخط اللي بينهم انتيريور اوبليك لاين. العضله اللي طالعه منه راديال هيد اوف فليكسور ديجيتورم سوبرفيشيالس. ونلاقي الهيومرو النر هيد بتلتحم في الراديال هيد ويعملوا عضله واحده، وفي الثلث الاخير من الفور ارم تديفايد الى فور تندونز 1 2 3 4. ات ديفايدز انتو فور تندونز. الاربعه دول هيعدوا النفق اللي شفتوه في الصوره اللي فاتت، النفق اللي تحت الفليكسور ريتيناكولم اللي اسمه كاربال تانيل. اهي الاربع اوتار بتوع فليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليس هم اللي مستخبيين تحت دول يا اولاد. ادي 1 2، في واحد مستخبي تحت بالماريس لونجس، وادي الرابع. دول الاربعه بتوع فليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليس بيعدوا تحت الفليكسور ريتيناكولم في النفق المعصمي كاربال تانيل. يبقى الفور هيتس بتوعها الفور تندونز بيباس ثرو ذا كاربال تانيل ديب تو ذا فليكسور ريتيناكولم. وبعد كده بص، كل تندون يعدي على الميتاكاربال اللي تخصه في الاربع صوابع ويروح لاول عقله في الصباع بروكسيمال فالانكس. ايه اللي حصل لكل وتر عند البروكسيمال فالانكس؟ الصباع في الميديال فور فينجرز في ثلاث عقل، بروكسيمال وميدل وديستال، انما الابهام في عقلتين بس، بروكسيمال وديستال بعد الميتاكاربال بتاعته. يلا يا ولاد، كل تندون في فليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليس
اول ما بيوصل لاول عقله بيتقسم تو سليبس، خصلتين تو سليبس. ويمسكوا فين التو سليبس؟ يمسكوا في جنبات الميدل فالانكس اللي عليها الدور، في السايدز اوف ذا ميدل فالانكس. يبقى كل تندون سبليتس اوبوزيت ذا بروكسيمال فالانكس عند العقله الاولى في الصباع في الكورسبوندينج فينجر، كل وتر عند الصباع اللي يخصه يعني، وسبليت والسليبس تنسرت في السايدز اوف ذا ميدل فالانكس. شغالة بمين حضرتها؟ شغالة بميديان نيرف زي ما اتفقنا، وشغلانتها هي هي ويك فليكشن في الريست وسترونج فليكشن في الالبو جوينت، زائد بقى فليكشن لايه كمان؟ هتتني المفصل ده لانها عدت قدامه، وهتتني المفصل ده لانها مسكت جنبه. المفصل ده حد فاكره؟ لما الميتاكاربال بون تقابل او الفالانكس يبقى اسمه ميتاكاربو فالانجيال جوينت. واللي بعده اول انترفالانجيال جوينت بين عقله وعقله، وفي تاني انترفالانجيال اهو، بس هي مش هتوصل لتاني انترفالانجيال، اخرها في الميدل فالانكس، يبقى هتتني البروكسيمال انترفالانجيال جوينت بس. يبقى شغلانتها ايه يا اولاد؟ فوق خالص ويك فليكشن في الريست، سترونج ويك فليكشن في الالبو، سترونج فليكشن في الريست، زائد سترونج فليكشن في الميتاكاربو فالانجيال جوينت والبروكسيمال انترفالانجيال جوينت. طب حد بقى يقدر يقول لي دلوقتي دي شايله الاربعه اللي فاتوا، ليه حسبوها تبع السوبرفيشال جروب وما حسبوهاش ميدل جروب زي زمان؟ طلع انه انت تقول على العضله في السوبرفيشال جروب امتى؟ اذا كان لها اوريجين في الكومون فليكسور اوريجين اللي هو الفرونت اوف ذا ميديال ايبيكوندايل، وهي اخر عضله هتاخد اوريجين من الفرونت اوف ذا ميديال ايبيكوندايل في الهيومر والنر هيد بتاعي. على هذا الاساس فقط اعتبرناها خامس سوبرفيشال فليكسور في منطقه الفور ارم الاماميه. الصوره اللي جايه بتوري الشباب انه التندونز الاربعه بتوعها عدوا تحت الفليكسور ريتيناكلم في الكاربال تانيل، وبعد كده كل واحد اتجه للميتاكاربال بون اللي تخصه، ولما وصل للعقله الاولى اتقسم خصلتين ومسكوا في جنبات العقله الثانيه. ادي التو سليبس، ادي التو سليبس، ادي التو سليبس، التو سليبس، التو سليبس بيمسكوا في جنبات الميدل فالانكس باستمرار. تمام يا اولاد؟ يجي بقى الديب جروب اللي تحت عضله فليكسور ديجيتورام سوبرفيشاليس. فين فليكسور ديجيتورام سوبرفيشاليس في الصوره دي؟ ها رجعكم ليها. ادي الهيوميرو النر هيد وقطعناها، وادي الراديال هيد اللي طالعه من الانتيريور اوبليك لاين وقطعتها. اذا العضله كانت مغطيه المنظر ده واحنا قطعناها، قطعتها بمشرط من هنا وقطعتها بمشرط من هنا ورميتها. هيتكشف تحتها اثنين بالطول واحده بالعرض تحتهم هما الاثنين. يعني تقدر تقولوا لي كده ان الديب جروب يمكن تقسيمها الى سوبرفيشال جروب وديب جروب، بس يعني عشان ما نلخبطش الدنيا الثلاثه دول على بعض كده تحت فليكسور ديجيتورام سوبرفيشاليس، يعني تحت السوبرفيشال جروب، يبقى هم دول الديب جروب. بصوا على الصوره وانت تفهم ايه المقصود منهم. عضله هتشتغل على الصباع الكبير، وعضله هتشتغل على الاربع صوابع الصغيرين، وعضله هتشتغل على الريديو النر جوينت اللي بالريدياس والنر. احنا قدام نبقى فليكسور ولا اكستنسور؟ قدام فليكسور. ادي عضله فليكسور وهتوصل لاخر عقله في الثامب. ثامب بانجليزي في اللاتيني بوليكس، ونسبه بوليسيس او بوليشيس، فهيسموها اللي بتتني الابهام الطويله لانها وصلت للعقله الاخيره. فليكسور بوليشيس لونجس، عايز تقولها بوليسيس عايز تقولها بوليشيس براحتك. الثانيه بتتني الديجيتس، بس تفرق ايه عن اللي قبلها وكانت بتتني الديجيتس واتقسمت اهي وقطعناها؟ دي كانت فليكسور ديجيتورام سوبرفيشياليس اللي ماسكه في جنبات العقله الوسطى. دي بقى تحتها وهتعدي خلال التو سليبس وتكمل العقله الاخيره. ما دام للعقله الاخيره يبقى المفروض فليكسور ديجيتورام لونجس؟ لا مفيش كده، انا هسميها بانها العميقه للي فاتت. بما ان حضرتك سميت اللي فاتت فليكسور ديجيتورام سوبرفيشياليس تبقى دي فليكسور ديجيتورام بروفاندس. كلمه بروفاندس يعني ايه؟ بروفاندس يعني عميقه. معلش الاسم مكتوب غلط، فليكسور ديجيتورام صلح سوبرفيشياليس دي لبروفاندس، فليكسور ديجيتورام بروفاندس مص. يبقى كده معايا في الديب جروب فليكسور بوليسيس لونجس، فليكسور ديجيتورام بروفاندس لانها تحت الفليكسور ديجيتورام سوبرفيشياليس اللي قطعناها. تحتهم هما الاثنين برونيتور المربعه، برونيتور كوادريتس مص. تعالوا بقى نشرح الاولى فيهم فليكسور ديجيتورام بروفاندس مص. تمام؟ أو هنا طبعًا الاسم متصلح، هي دي فليكسور ديجيتورام بروفانس. تعالوا بقى نشوف الأوريجن.
طبعا في الديب جروب محدش يقول لي كومون فليكسور اوريجين، خلاص بنهايه فليكسور ديجيتورام سوبرفيشياليس محدش يذكر تاني الفرونت اوف ذا ميديال اي بي كوندايل. امال هتطلع منين؟ بص بقى العظمه دي النا ولا ريدياس؟ دي النا، وخلص الكرونويد بروسيس وخلص الالنر تيوبروست اللي كانت بتمسك فيه براكياليس، يبقى هيبدا الشافت اوف النا. ده انهي سيرفيس في الشافت اوف النا؟ انتيريور سيرفيس. العضله طالعه من الثلاث ارباع الفوقانيين اهو، تمام، في الانتيريور سيرفيس اوف النا، ابر 3 كوارترز اوف انتيريور سيرفيس اوف النا. استنى بقى، انا شايف لها ماده الناحيه دي وشايف لها ماده الناحيه دي. في فايبرز طلعت جايه من الميديال سيرفيس اوف النا وتطلع لقدام تقابل اللي طالعين من الانتيريور سيرفيس، يعني حضرتها طلعت طالعه كمان من الميديال سيرفيس اوف النا. يا ريت على كده وبس، ده انت لو لفيت العظمه ورا هتلاقيها طالعه كمان من البوستيريور بوردر اوف النا في تلتين الفوقانيين مع فليكسور كاربي النارس واكستنسور كاربي النارس في الورقه البيضاء اللي قلتلكم سموها كومون النر ابونيوروزس. يعني تعالوا بقى نبص من ورا لقدام، هتلاقيها طالعه منين؟ الاول ورا طالعه من البوستيريور بوردر اوف النا في تلتين اللي فوق عن طريق الكومون النر ابونيوروز، وبعدين من السطح اللي هنا لناحيه الجسم في النا ميديال سيرفيس في النا، وفي السطح الامامي من النا، لا لسه في امتداد بعد النا، حته كمان من الميديال هاف في الانتر اوسياس ميمبرين، الغشاء الابيض اللي رابط النا في الريدياس اسمه انتر اوسياس ميمبرين، هي طالعه من الميديال هاف في الانتيريور سيرفيس بتاع الانتر اوسياس ميمبرين. طبعا واضح انه الاورجن كبير قوي، اليافها كتيره جدا. في معلومه هقولها لك لنفسك كده، عضله فليكسور ديجيتورم بروفاندس اقوى عضله في الابر لمب كله، سترونجست ماسل في الابر لمب فليكسور ديجيتورم بروفاندس. تعالى خد الاورجن كده من اول البوستيريور بوردر اوف النا ورا لحد ما انتهي في الانتر اوسيس ميمبرين قدام، هتقول لي طالعه منين حضرتها كده؟ طالعه من التلتين الفوقانيين في البوستيريور بوردر اوف النا من خلال الورقه الفضيه اللي اسمها كومون النر ابونيوروزس، وبعدين من الابر ثلاث ارباع في الميديال سيرفيس اوف النا، والابر ثلاث ارباع في الانتيريور سيرفيس اوف النا، والميديال هاف في الانتيريور سيرفيس بتاع الانتر اوسيس ميمبرين. جميل. وبعد كده في الانسيرشن هتعمل كام وتر؟ اربع اوتار، واحد اثنين ثلاثه اربعه، وبرده يعدوا في النفق اللي اسمه كاربال تانل تحت الاكستنسور ريتيناكولم تحت اوتار فليكسور ديجيتورم سوبرفيشيالس. وبعد كده كل تندون لما يوصل للعقله الاولى يعدي بين التو سليبس بتوع فليكسور ديجيتورم سوبرفيشيالس ويمسك في قاعده الديستال فالانكس من البالمر اسبكت ولا من الدورسال ماسكين من قدام، بالمر اسبكت في الديستال فالانكس بتاعت كل صباع. وصلت يا اولاد؟ يبقى العضله بتديفولب فور تندونز والاربع اوتار بيعدوا في الكاربال تانل تحت الفليكسور ريتيناكلم تحت الاربع اوتار بتاع فليكسور ديجيتورم سوبرفيشيالس، وهوريها لكم في صوره جايه. واول ما نوصل للعقله الاولى يلاقي فوقهم التو سليبس بتوع فليكسور ديجيتورم سوبرفيشيالس، يفتحوا لهم الطريق يعدوا يوصلوا لقاعده اخر عقله في صباع يمسكوا فيها من قدام. العضله عشان قويه جدا شغاله بعصبين هوريهم لكم في الصوره اللي جايه. نصها الميديال شغال بالالنر نيرف، نصها اللاترال شغال بفرع من الميديال نيرف ماشي قدام الانتر اوسياس ممبرين هنا بين العضلتين كده. ما دام قدام الانتر اوسياس ممبرين يبقى اسمه انتيريور انتر اوسياس برانش بتاع الميديال نيرف، هوريه لكم في الصوره اللي جايه. قولوا لي الاول ايه الاكشن بتاعها؟ ويك فليكشن اوف البو؟ لا والله دي ملهاش اساسا شغل على الالبو لانها بدات من الالنا وما بداتش من الميديال ايبيكوندايل، يبقى اوعى المره دي تقول لي شغل على البو، الثلاثه دي ما لهمش شغل على الالبو جوينت، انما ليها سترونج فليكشن في الريست ما قلناش حاجه. وكونها مشيت على كل مفاصل الصوابع الاربعه دول من قدام تبقى هتعمل لي فليكشن في كل مفاصل الميديال فور فينجرز، الميديال فور فينجرز شغاله على كل المفاصل ميتاكاربو فالانجيال بروكسيمال انترفالانجيال ديستال انترفالانجيال. انا جايب لكم في الصوره دي الاعصاب اللي بتغذيهم، الصورتين واحد يا شباب بس دي مصغره ودي مكبره. ده ميديان نيرف، مين هيقول لي الدليل على ان ده ميديان نيرف؟ دول راسين برونيتور تيرس صح؟ ادي الهيومرال هيد مقطوعه وادي الالنر هيد اهي، هيعدي منهم ميديان نيرف. في اللحظه اللي ميديان نيرف فيها بيعدي من راسين برونيتور تيرس انا كبرت لك الصوره. في اللحظه اللي فيها ميديال نيرف بيعدي من راسين برونيتور تيرس بيطلع انتيريور انتر اوسياس نيرف ويمشيه قدام الانتر اوسياس ميمبرين. شايفين بقى يا اولاد؟ الانتيريور انتر اوسياس بيدي نص
فليكسور جيتورام بروفاندس اللاترال، لكن الالنر نيرف اللي بيتكهربوا ورا الميديا اللي بيكون دايل ده اهو هو اللي بيدي نصها الميديا. اذا فليكسور ديجيتورام بروفاندس ليها دبل نيرف سبلاي، نصها الميديال من الالنر نيرف، نصها اللاترال من الميديال نيرف، بس مش من ميديال نيرف الاب. الابن اللي بيتولد في احضان برونيتور تيرس انتيريور انتر اوسياس نيرف ده اللي بيشغل، وان شاء الله هو اللي هيتولى زميلتها فليكسور بوليسس لونجس والختاميه برونيتور كوادريس. كل الديب جروب شغال من الانتيريور انتر اوسياس برانش بتاع الميديان نيرف، انتيريور انتر اوسياس برانش بتاع الميديان نيرف. الصوره دي جايه ليه يا اولاد؟ انتوا عارفين ايه اللي في الصوره دي؟ احنا قاطعين الايد في مكان الكاربال بونس الاربعه اللي بيعملوا النفق المعصمي مع الفليكسر ريتيناكلم. شايفين الشريط الابيض اللي فوق ده؟ اهو ده فليكسر ريتيناكلم. مش انا قلت لكم النهارده ان في عضله اسمها فليكسر كاربال رادياليس بتخترق وتنام في غرفه مستقله غير الغرفه اللي فيها كل زمايلها؟ اهو السبيشيال كومبارتمنت اللي نايمه في الفليكسر كاربي رادياليس. اهو الشيء بشيء يذكر، العضله اللي قلناها من شويه اللي اسمها فليكسر كاربي رادياليس قلت لك بتخترق الشريط المعصمي اللي اسمه فليكسر ريتيناكلم وتنام في غرفه مستقله. جوه النفق بقى، جوه الكاربال تانل، النفق نفسه اللي تحت الفليكسر ريتيناكلم، النفق اللي معمول بالفليكسر ريتيناكلم فوق والكاربال بونز تحت، كام وتر هيمشوا فيه؟ الاربعه بتوع فليكسر ديجيتورام سوبرفيشياليس، والاربعه بتوع فليكسر ديجيتورام بروفاندس، والوتر اللي بيتني الصباع الكبير فليكسر بوليسيس لونجس. بس لاحظتوا حاجه؟ الاربعه تندونز بتوع فليكسر ديجيتورام سوبرفيشياليس لاحظه عبور الكاربال تانل او النفق المعصمي بيعدوا في تو روز في صفين، بتوع الصباعين دول بيتقدموا وبتوع الصباعين دول بيتاخروا، يعني هنا الميدل والرينج فينجرز وهنا الاندكس والليتل فينجر، يعني احنا بندخل على صفين لان النفق ضيق، انما الاربعه بتوع بروفاندس بيمشوا في صف واحد. تمام، الصوره دي جايه ليه يا اولاد؟ احنا عايزين نوري الشباب في الصوره ديت الاوتار الخضراء ديت، الاربعه الخضر دول هم اللي فوق وداخلين على صفين صح؟ يبقى هم الفليكسور ديجيتورام سوبرفيشيالس. شوف بيعملوا ايه؟ احنا قطعناهم من هنا لهنا. شوف لما جبناهم تاني عند اول عقله كل واحد اتقسم تو سليبس ومسك في جنبات الميدل فالانكس، وتحته كان الوتر بتاع بروفاندس اهو صح؟ عدى تحته وراح معدي بين التو سليبس وكمل طريقه للبالمر اسبكت بتاع البيز بتاع الديستال فالانكس. الصوره دي حلوه جدا لعلاقه فليكسور ديجيتورام سوبرفيشيالس باللي تحتها فليكسور ديجيتورام بروفاندس وعلاقتهم بالنفق المعصمي مع بعض. دلوقتي هندخل في فليكسور بوليسيس لونجس اللي هتعدي تحت النفق في غرفه جانبيه بس مش مستقله، لا مع الثمان اوتار. ارجع للصوره دي كده اهو فليكسور بوليسيس لونجس مع الثمان اوتار بس جنب لوحده وبغلاف يخصه، انما الثمان اوتار دول متغلفين بغلاف واحد زي ما هقول دلوقتي. شباب يبصوا لي بقى على الصوره دي، فليكسور بوليسيس لونجس ماسل اوريجين، شايفينها طالعه منين؟ ها هي دي يا شباب فليكسور بوليسيس لونجس، هي دي. حضرتك خلصت فليكسور جيتورام بروفاندس من شويه، فليكسور بوليسيس لونجس طالعه من الانتيريور سيرفيس اوف ريدياس تحت الانتيريور اوبليك لاين، طالعه من التلتين الفوقانيين ابر تو ثيرد في الانتيريور سيرفيس اوف ريدياس بيلو الانتيريور اوبليك لاين، وبرده خدت الحته اللاترال في الانتيريور سيرفيس بتاع الانتر اوستياس ميمبرين، لاترال هاف في الانتيريور سيرفيس بتاع الانتر اوستياس ميمبرين. يا ريت بقى تجمعوا لي كده العضلات اللي ماسكه في الانتر اوستياس ميمبرين. لحد دلوقتي معانا اثنين، فليكسور جيتورام بروفاندس فليكسور بوليسيس لونجس، ولسه في حاجات ثانيه بس بعدين. التندون بتاعها زي ما الشباب شافوا معايا هيعدي تحت الفليكسور ريتيناكلم في الكاربال تانل في الموست لاترال بارت، وبعد كده نخرج ويكمل طريقه لحد البالمر اسبكت بتاع البيز بتاع التيرمينال فالانكس او الديستال فالانكس اوف ذا ثامب، عشان كده سموها لونجس. حد فاكر بقى العصب اللي مشغلها مين؟ ها العصب اللي مشغلها الانتيريور انتر اوسياس برانش بتاع الميديان نيرف. طب هي شغاله بمين يا اولاد؟ شغاله بالانتيريور انتر اوسياس برانش اوف ميديان نيرف. طبعا انا مش محتاج اقول لكم شغلها ايه؟ عدت على الريست ولا ما عدتش على الريست؟ فليكشن اوف ريست. كل اللي درستوهم النهارده بيعملوا فليكشن في الريست ما عدا برونيتور تيرس اللي بتقف في نص الريديوس، زائد انها هتعمل فليكشن لاول جوينتس اوف ذا ثامب. الا بالمناسبه ايه هم اول جوينتس اوف ذا ثامب دول؟ الميتاكاربو فالانجيال جوينت اللي بين الميتاكاربال بون واول عقله، والانتر فالانجيال جوينت الوحيد
اللي فاتوا ليهم بروكسيمال وديستال انترفالانجال جوينت. هنا مفيش الا انترفالانجال جوينت واحد في الصنب، دي بتبني كل مفاصل الصنب. ويتبقى الاخيره، بس قبل ما ندخل لها لازم نشرح الكلمتين اللي جايين. واحنا في الكاربال تانل، ثواني كده يا اولاد، واحنا في الكاربال تانل عندي كام وتر جوه الكاربال تانل؟ الاربعه بتوع فليكسر ديجيتورم سوبرفيشياليس، والاربعه بتوع فليكسر ديجيتورم بروفاندس، وختمنا بوتر فليكسر بارشيس لونجس. الدنيا زحمه قوي في الكاربال تانل، واحنا اتعودنا لما تتزاحم الاشياء في مكان في الجسم ويكونوا فيهم حركه ربنا بيمنع احتكاكهم ببعض بانه يحط كيس زلالي. احنا كنا بنسميه برسه، مزيتا ترسه. هو كيس نايلون جواه زيت بيتحط بين حاجات، هتحك في حاجات، هتحك في حاجات، فيمنع الاحتكاكات ما بين الاشياء دي وبعضها. والوتر اللي محبوس ده في الفليكسر ريتيناكلم لو ما عليهوش هو كمان كيس زلالي كان يحك في الفليكسر ريتيناكلم ويعمل التهاب فيه. في كام برسه في الصوره؟ في برسه على فليكسر كاربي رادياليس، سيبك منها. وفي برسه على الثمان اوتار بتاع سوبرفيشاليس وبروفاندس، وفي برسه على وتر فليكسور بوليسيس لونجس. لو انا قلت لك خليك في البرسه دي والبرسه دي، معلش السهم ده مش هيشاور على السهم ده، يشاور هنا يا اولاد. تمام؟ مين فيهم تتحسب النر برسه ومين فيهم تتحسب ريديال برسه؟ او خلينا في الصوره دي. ادي الثمان اوتار بتوع فليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس وبروفاندس عليهم كيس زلالي واحد مغلفهم. هو مغلفهم بالطريقه دي. يعني في مطه منه بتدخل بين اول وترين، ومطه ثانيه بتدخل بين ثاني وترين، والمطه الاخيره ورا الاربع اوتار الاخيره. يعني في امتداد ورا الاربعه دول، وامتداد ورا الاثنين دول، وامتداد ورا الاثنين دول، والاخير قدام الكل. والله ما دام ناحيه الصباع الصغير يسموها النر بيرسا ولا ريديال بيرسا؟ ناحيه الصباع الصغير، ناحيه عظمه النا تبقى النر بيرسا، انما تحويطه فليكسور بوليسيس لونجس ناحيه الريدياس ريديال بيرسا. يبقى حولكم از اي باس ثرو دي كاربال تانل تندونس اوف فليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس اند بروفاندس ار سراوندد بكومون ساينوفيال شيس. ساينوفيال شيس واحد عام كومون ساينوفيال شيس سموه النر بيرسا، بينما التندون اوف فليكسور بوليسيس لونجس سراوندد بسيبريت ساينوفيال شيس اسمه راديال بيرسا اللي هو في الصوره دي اهو، اللي محوط التندون بتاع فليكسور بوليسيس لونجس دي راديال بيرسا، انما اللي محوط الثمان اوتار الثانيه النر بيرسا. يتبقى للشباب الاخيره وهي برونيتور كوادريتس ماسل. برونيتور يعني هتعمل كب برونيشن، وكوادريتس يعني مربعه. تعالوا بقى نشوف كده الاوريجن والانسرشن على الصوره دي. ادي الاوريجن وادي الانسرشن. طبعا الاوريجن من العظمه الثابته. مين العظمه الثابته في الفور ارم؟ الارم، لانها مشبوكه بولكرينن بروسس في الهيومرس. انما العظمه المتحركه ريدياس، لانها تحت الهيومرس ومش شابكه في الهيومرس. دي مشبوكه في الهيومرس انما دي حره. يبقى اللي هتتحرك الريدياس، يبقى الانسرشن يكون في الريدياس. هي لما نقطع اللحم الاحمر ده هلاقي خط مايل كده في الربع الاخير من السطح الامامي الالنا، اوبليك ريدج، اوبليك ريدج، خط مايل في الانتيريور سيرفيس اوف لور فورس اوف الالنا. وهناك ازرع نفسي في الربع التحتاني من الانتيريور سيرفيس اوف ريدياس. اوريها لك على اي عظمه فاتت كده اهو، شايفين في الصوره دي؟ هطلع من الاوبليك ريدج اللي في الانتيريور سيرفيس اوف لور كوارتر اوف الالنا، وازرع نفسي في الانتيريور سيرفيس اوف ذا لور كوارتر اوف ريدياس. هي ديت اللي هتبقى برونيتور كوادريتس ماسل. مين النيرف سبلاي؟ كلكم شفتوه في الصوره ديت اهو، هتاخد من الانتيريور انتر اوسياس برانش اهو، من الانتيريور انتر اوسياس برانش بتاع ميديان نيرف، اخر عضله شغاله من الانتيريور انتر اوسياس نيرف، من الانتيريور انتر اوسياس برانش اوف ميديان نيرف. تعالوا بقى نتفق على الاكشن. طبعا برونيشن ده من اسمها، برونيشن اوف فور ارم على الريديو النر جوينت، المفصل اللي بين ريدياس والنر. طبعا ليه بيسموا المفصل ريديو النر مش النو ريديال؟ لان احنا بنسمي المفاصل باسم العضله حره الحركه اللي بتتحرك في الريديو النر هي الريدياس الثابته، هي النر ريدياس اللي بتلف عليها وترجع مكانها تاني توازيها. هو في السوباينيشن الاثنين موازين بعض، في البرونيشن الريدياس بتكروس قدام النر زي ما حصل في الصوره دي. امال ربنا خالقها ليه؟ طب ما هو خالق الاقوى، خالق برونيتور تيريس وهي الاقوى لانها ماسكه في الموست كونفكس بارت اوف ريدياس واطول في المقاس. لا، دي مخلوقه لهدف تاني اهم. انا وانا بعمل الحركه دي بتاعه البرونيشن مش بيبقى فيه قابليه لان الريدياس تسيب الالنا تتخلع من الالنا؟ طلع ان ربنا خالق برونيتور كوادريس عشان تضم الالنا الى الريدياس اثناء الحركات الدورانيه عشان المفصل ما يتخلعش. يبقى الوظيفه الثانيه فيكسيشن،
of the distal ends, تثبيت الأطراف السفلية بتاعت الراديوس والألنا أثناء البرونيشن والسوباينيشن, mainly البرونيشن لأن القابلية للخلع بتكون during برونيشن. أتمنى يكون الدرس على قد الدوشة اللي فيه مقبول. بص يا شباب, احنا اتفقنا الفرونت بتاع الفور ارم فيه 8 عضلات, هناخدهم على كام لير؟ 2 ليرز, مجموعه سوبرفيشال ومجموعه ديب, والتقسيمه القديمه سوبرفيشال وانترميديت وديب. لا, خلينا على سوبرفيشال وديب, وهنحط في السوبرفيشال 5 عضلات اللي هم, لو رجعت تاني كده نشوف مين هم الخمسه اللي فوق دول, شباب يراجعوا معايا كده مين الخمس عضلات السطحيه, برونيتور تيرس, ودي مش هتوصل للريست هتقف في نص الفور ارم, ووتر واحد عند الصبع الكبير فليكسور كاربي رادياليس, ووتر واحد عند الصبع الصغير فليكسور كاربي النارس, ووتر واحد في النص عند ناس وناس ويمسك في البالمر ابنيروزس والفليكسور ريتيناكلم تبقى بالمارس لونجس, تحتهم واحده عريضه شويه باربع اوتار تبقى فليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليس, وهنعتبرها من السوبرفيشال جروب لان لها اوريجين في الميديال ايبيكوندايل اللي هو الكومون فليكسور اوريجين. الثلاثه الديب الشباب شافوهم معايا من شويه, مين الثلاثة الديب ماسلز اللي هتتحكم في الصبع الكبير لحد اخر عقلة؟ فليكسور بوليسس لونجس, واللي هتتحكم في الاربعة الميديا لحد اخر عقلة؟ فليكسور ديجيتورام بروفاندس, والمربعة اللي تحتها في الربع الاخير من الفور ارم برونيتور كوادريتس. تمام؟ اتمنى ان يكون الدرس على قد ما هو متعب يكون مرضي بالنسبة لكم ان شاء الله. اشوفكم على خير باذن الله في الدروس اللي هتخصني بعد كده.